واحد هيسالني سؤال، هل السيلة كل عن كام؟ هل يكون عن ثلاثة ولا ثلاثة ونص ولا أربعة؟ المفروض أرد عليه أقول له إيه؟ أرد عليه أقول له إيه؟ مشكور. ماليش دعوة، أنا ليا في الآخر 2.785، اتفقنا؟ طيب، خلصنا الـ LST. طب الـ LST دي طلعت رقم وليكن 450 ملم. هناك في السور الإسلام ملم مربع، معلش، ملم مربع على المتر الطولي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ 450 ملم مربع. هناك في السور الاسلام كنت اقسم بقى على 78.5 113 بس ان هم يقلش عن 5 وما يزيدش عن فاكرين هنا بقى في الفلور بلوك يا معلم لازم اقسم على اقسم على 2 ليه يا معلم؟ لازم اقسم على 2 لان انا عايز في الاخر عايز اجيب التسليح للرب الواحد هاجي هنا واقسم بقى على 2 طلعت مثلا وليكن 225 ملم مربع على الرب فاهمين انا بقول ايه؟ يعني الاخر انا راجل الحديد عايز اقول له والله الريب ده اهو تحطه في سيخين كذا فاهم انا اقول ايه؟ مش هقول له بقى المتر مش متر راجل انا بتكلم على تنفيذ بره فلازم الحديد اللي يصنع يكون على الريب فاهمين انا اقول ايه؟ طيب طلع الريب مثلا سيخين فاي مثلا سيخين فاي 16 على الريب سيخين فاي 12 مش متزعلش يا عم مش متزعل 12 15 14 اي كان ما تعرفش على رقم دلوقتي المهم رقم على الريب يبقى عندي 2 فاي 12 على الريب بس طبعا احيي فيك ان انت لقطت 113 يعني 216 226 صح كده؟ الله ينور عليك. انا مش والله كل اللي انا قلت له ايه بتاع ولا بتاع ما يطلع انا اسف اللي معايا انت اهو يقوم يديني اي حاجه على الرينج. بنتكلم على عدد هذا طبعا لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 2 هو الاخر 2 هم 2 بس 2 بس هنا في الكليه برضه ماشي كده؟ عشان بره هتلاقي لا هتلاقي ممكن تلاقي 6 سياق قاعده خالص. والدكتور قال لنا برضه 2 انا بره بس بكبر بقى الريب يعني مثلا لو 2 طيب 22 اخليه مثلا 12 15 15 ايوه انا معلش مشكله ما انا بقول لك بره اصلا من الاخر كده مش هتلاقي بعدي بره عشان ما تصدوش بره ممكن تلاقي بره الريب 20 سم تلاقي ال 40 سم بقت 60 سم بقت 80 سم انا ما عنديش مشكله تلاقي الدفاع بره اصلا كلها 50 سم فاهم؟ تلاقي البلاط 10 سم وتلاقي الربات مثلا 40 سم بس ده عمال يتكلم فعادي فاهم؟ انا بتكلم على ما يبقاش الارقام دي كلها ثابته مش لازم بره الاقي الارقام دي. الشان من الكلام ان الاريا اس تي لازم سخين اثنين فين؟ على الرجل دلوقتي. ثبتنا البيع على المتر ولا؟ ثبتنا البيع على المتر يعني ايه؟ يعني اللي هي في الجاب كوب لا ما تقولش ثبتني، هزعل منك كده. دلوقتي قبل ما المومنت ده اهو، رقم واحد. وهكتب لك جنبه عشان انت مخصوص ليك انت مخصوص اهو المومنت بتاعي بوزيتيف المومنت بتاعي بوزيتيف اهو يبقى ديل السهم تحت يبقى الضغط فوق يبقى الخرسانه كلها مضبوطه عرض الخرسانه مضبوطه كام؟ متر حلو كده؟ طيب هرد عليك انت برضه اقوم داخل بقى على سكشن رقم كام؟ 2 سكشن رقم 2 الناس اللي هنا شايفاني اكمل العمال يبصوا ورا لبعض دول سكشن رقم 2 المومنت بتاعي موجود صح كده؟ بس نيجاتيف انا بك عليك نيجاتيف اهو طب الدي الداخلي بتساوي التي ناقص ال 20 ناقص 25 مش هنزعل من بره حاجه بسيطه. المهم الدي ناقص الكبر ماشي كده؟ طيب البي بتساوي كام بقى؟ دي. طبعا مش هتختلفوا معايا يبقى انا عندي هنا البي غصب عني البي هنا لازم تكون بكام؟ ب 200 عارف ليه 200 ولا مش عارف؟ لان انا عندي هنا بقى لو رسمت نفس القطاع اهو بس دي السهم فوق عارف دي السهم اللي فوق خلاص يبقى في الحاله دي اللي مضبوط مين؟ البي اللي هو عباره عن 100 و100 يبقى هم مين؟ 200 خلاص؟ تحل نفس القصه ومش هنقول كلام جديد. كده خلصنا يا معلم الهولو فاضل مين بقى؟ بس من تحت وبرضه اللي هيفهم اللي فعلا الصول سلاب هيبقى فعلا برضه دول. هذا تسال لغايه دلوقتي بس في الديزاين بس ديزاين هو. احنا برضه مش انا قلت ان اهو هو نفس اللي بيحصل هنا؟ بالظبط. الاختلاف بس الوحيد ان انا عندي هنا البيك كام؟ 200 في ملحوظه بس عشان يبقى خلصنا منها صحيح غالبا بقى الرجاله القطاع ده غالبا بيطلع انصيف ده هنا غالبا القطاع ده بيطلع انصيف نعم هجيب الام ار توت ماكسيمم انا هتكلم فيه ودي حاجه اسمها السولفر عايز امسح بقى الكلام ده كله باشمهندس قول في القطاع الثاني كده انا كاني بسلح كاميرا بعمل برضه سخين فوق اعلق كانت عليهم عشان كده التصوير برضه جه 5 في 10 كده كده ماليش دعوه 5 في 10 اوعى تجيب 6 في 10 على الخط 5 في 10 في كل حاجه موجودين بس في تحت في ال 5 سم مش فوق
تحت من 5 سنتي. اتكلمت على كده وقت هسلح الكاميرا اللي هو القطاع واحد والقطاع اثنين دول كده سلحت يعتبر العصب فوق وتحت. ايوه تمام. فوق هيبقى 0.10 اللي بتاعت التي اس اللي بتاعت اس تمام. يعني دي مالهاش علاقه بالعقد دي. ايوه دي حاجه ودي حاجه تمام. واحنا بنقسم الاريا ستيل على اثنين عشان تمام. ليه ما بنقسمش على اربعه؟ لا يا معلم انت عندك لما تقيس الضغط فوق انت بتجيب حمل في اتجاه مرض الضغط صرفه وخلاف في الفوق بتقدر تقفف بيه. فانت عندك الحمل ده ولو كان مثلا قيمته 12 فانت عندك الصوت يا رجال اللي مش عايز يقعد يتفضل يطلع بره. تعالى احسن من كده. فانت عندك 12 في جزء بيروح في الاتجاه ده وفي جزء بيروح في الاتجاه ده صح؟ اللي يقفى وبيه بتاخد الحمل بتاع مره يقفى اهو ويجيب المومنت بتاعه وتصمم صح؟ لو مثلا وليكن 6 او 5 ايا كان وتجيب الحديد بتاعه يبقى جيب الريبين الاثنين في الاتجاه ده بس. فاهم ولا لا؟ ومره هاخد المومنت الثاني بتاع ال 6 او بقيه البيت بتاع البيت واجيب الحديد بتاع الريبين اللي في الاتجاه ده. فاهم ولا لا؟ مش عشان عندي توي لا عندي الريبين في الاتجاه ده وبجيب الحديد بتاعه في الاتجاه ده مره والريبين ده احسبه مره ثانيه خالص. فاهم؟ مش انا عندي في دلوقتي اس في كبير ضغط بس يعني تيس ضغط بس ضغط بس ضغط بس امتى بقى ما عادش عارف الجزء الجزء اللي فوق ماشي تفضل 15 لا 15 ضربت تضرب بس ضربه بها بس لازم احط شبكه لازم تحط شبكه وتاكد عليك ان هي لو 5 سم تتحط تحت مش فوق يعني تحط تحت في 5 سم مش فوق فوق البلوكات على طول يعني ملاش دعوه بضغط تنشا ايا كان ملاش دعوه خالص ديزاين هو لازم احط 15 ايوه بس هو كان مستمر الاتجاهين ده خالص لا شبكه واحده شبكه واحده شبكه بس بالبلوك على طول تاني عم صح نبدا كده ال 5 سم ضغط السخين الفقاعات يعني